السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. ومود هذه ما سجلت. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا عطلة زوينة، ارتحيتوا فيها، شفتوا فيها الاهل ديالكم وحبابكم وصحابكم. ونتمنى يا ربي انه ما تكونوش مريتوا من شي حاجة خايبة، لانه اغلب الناس في هاد العطلة هذه، في هاد الشهور اللي دازوا، الاغلبية تاع الناس مرضت، الأغلبية جاها المرض كوفيد، الأغلبية فقدوا أحبابهم وناسهم، خاصة الناس الكبار الله يسمحنا منهم، اللي مات الله يرحمه، واللي مريض الله يشافيه، والناس يعني ترد البال لصحتها ولوليداتها ولكاع الناس اللي دايرين بها. اجمالا كما قلت لكم، نتمنى انكم دوزتوا واحد العطله تكون زوينه، اللي ارتحيتوا فيها كما قلت لكم واستمتعتوا فيها. ودابا نستعدوا للدخول المدرسي، يعني تاني غادي نعاودوا نرجعوا للمدرسه ونكونوا تشارجينا مزيانه. وانا كما قلت لكم، ان شاء الله غادي نحاول هذا العام نمشي معكم في الدروس تاع المستوى الرابع، بما ان الاغلبيه دابا اللي عندي هنايا في القناه العام الفايت كانوا وليدات تاع السنه الثالثه ابتدائي، يعني ديال الثالث. دونك دابا الاغلبيه تبارك الله راه نجحوا كما قلت لي، دونك اغلبيه غادي يكون ان شاء الله الرابع. دونك غادي نحاولوا اننا نديروا الدروس ديال السنه الرابعه. غالبا بزاف غادي يكون الرياضيات، الفرنسيه بزاف، والعربيه غادي نشوفوا ان شاء الله ديك الساعتين، على حسب الوقت وعلى حسب الوقت وعلى حسب عاوتاني شنو تطلبوا تكون فيه المساعده بزاف. بالنسبه للدخول المدرسي تاع هذا العام، هذا كما عرفتوا انه تاجل، كنا نورمالمون غادي ندخلوا، غنكونوا اليوم غنكونوا في المدرسه دابا، ولكن تاجل الدخول المدرسي حتى نهار 10 شتنبر، يعني نهار الجمعه 10 شتنبر 2021. عاد الوليدات كلهم خصهم يدخلوا المدرسه، سواء اللي في الابتدائي الاعدادي او الثانوي، كلشي غادي يدخل في 10 ان شاء الله. دابا ما كاين حتى شي وحده غادي يقرا، لا مدارس لا معاهد لا حتى حاجه. الفرق اللي كان هو انه بالنسبه للوليدات تاع الابتدائي غادي يجلسوا حتى نهار 10 عاد باش غيمشيو للمدرسه. بالنسبه للاعدادي والثانوي اللي تيقراو في الليسي ولا في الاعداديه، هادو غادي يبداو دابا تيتسجلوا، غادي يمشي كل واحد غادي يمشي للمؤسسه اللي تيقرا فيها، يا اعداديه لا يا ثانويه، غادي يمشي يشوف الاوراق اللي تيطلبوا لهم باش يعاودوا يتسجلوا في 5 سيزيام والباك، باش يحيدوا عليهم هاد الخدمه كلها وهاد الوراق تاع التسجيل، باش نهار 10 ان شاء الله غادي يدخلوا مباشره يبداو القرايه ديالهم. بالنسبه كما قلت لكم الابتدائي خلاص راه كلشي تسجل، يعني كما كنديروا ديما تمشيو المدرسه راه بدينا عاوتاني نمشي للمدرسه باش يمشي يقرا نهار 10. وهذا وبالنسبه للطريقه ديال الخدمه او الطريقه ديال بحال اش غادي يقراو هذا العام، هنا كاين اختلاف. انا غادي نقول لكم اللي جا في البلاغ ديال الوزاره، هاد الهضره ماشي ديالي وانما ديال البلاغ الوزاره، في انه عندنا ثلاثه ديال الحالات. غادي تكون القرايه حضوري، يعني ديك يمشيو المدرسه بشكل عادي بشكل يومي كما كنا تنقراو ديما قبل من كورونا، ديك يوميا عادي، يعني القرايه العاديه اللي كنا تنعرفو قبل. غادي يكون التعليم حضوري في حاله ديال انه الا كان القسم فيه 20 وقل، يعني قل من 20 ما يكونش اكثر من 20، المدرسه او المدارس اللي قدروا انهم يصوبوا الاقسام ديالهم ويكون فيهم العدد 20 وقل من 20، غادي تكون الدراسه فيهم عاديه بشكل يومي. صافي غادي نحيدوا داك التعليم عن بعد، وهذا بدا يقراو عادي كما كنا. او في حاله الا كان الاغلبيه ديال التلامذ اولا ديال الوليدات اللي تيقراو في هذيك المؤسسه كلهم ملقحين واخدين التلقيح، لانه دابا كما عرفتوا كاين دابا قالوا لهم يعني ممكن الوليدات انهم يتلقحوا ما بين 12 17 سنه، وهذا ماشي اجباري غير اللي بغى. المهم الا جاب الله الاغلبيه ديال دوك الوليدات اولا كلهم تلقحوا خداو اللقاح، يا جرعه اولى اولا زوج جرعات، المهم خداو اللقاح، غادي حتى هما غادي يقراو حضوري عادي. امتى غادي يكون التعليم عن بعد اولا التعليم بالتناوب؟ علاش كنقولوا التعليم بالتناوب؟ حيت كيقراو نهار نهار لا، ماشي نهار ما تيقراوش، غير هو نهار تيمشيو المدرسه نهار تيقراو عن بعد في الدار، كما كان الاغلبيه في العام الفايت. هاد الحاله اللي جاب الله المدرسه فيها القسم ما تهضرش على المدرسه، تهضر على القسم فيه اكثر من 20، غادي تضطروا ان القسم
غادي عاوتاني يفرقوه ويديروا فيه زوج ديال الجروبات، زوج ديال المجموعات، مجموعه مثلا غتقرا اليوم في المدرسه ومجموعه غتقرا الغد ليه. نتمنى انه يكون واضح. اذا هاد الحالات هما اللي كاينين في في في, في القرايه هاد العام. غادي نعاود كما قلت انه الا جاب الله الاقسام، المدارس الاقسام ديالها قدروا انهم يكونوا 20 في القسم في القاعه، غادي يكون التعليم حضوري عادي. او الى جاب الله الاغلبيه ديال دوك الوليدات ملقحين يعني خداو التلقيح، حتى هو غادي يكون التعليم حضوري يعني عادي كما كنا تنعرفوا قبل. في حاله انه الا كانوا تلامذ اكثر من 20 في القاعه، هنا غادي يضطروا انهم تيقسموا دوك التلامذ لجوج ديال الجروبات كما العام الفايت، باش واحد الجروب يقرا حضوري واحد يقرا عن بعد. يعني غادي تكون ديك الخدمه ديال التناوب كما العام فايت، نهار نهار لا في المدرسه. نتمنى انه يكون واضح. وهذا الشيء بالنسبه للابتدائي والاعدادي والثانوي، كلهم بحال بحال، كل شيء كيف كيف. اذا هنا مازال ما بانش حتى شي حاجه اللي هي واضحه اللي غنقول لكم مثلا لا راه غادي يقراو حضور ولا يقراو بالتناوب ولا عن بعد. اولا في حالات مثلا واحد البلاصه عاوتاني بانت فيها واحد البؤره فيها بزاف تاع الناس مرضوا، اولا النسبه ديال الناس اللي مرضى تكثر، عاوتاني غادي يضطروا يكون التعليم عن بعد، واخا كان العدد ديال التلاميذ كما قلت لكم قل من 20. يعني نتمنى انه يكون هاد الشيء اللي قلت لكم واضح، باش ما يكونش باش ما تبقاوش هكايا زعما مشطونين ولا مخربقين لاش غيكونش ما غيكون. هاد الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين. يعني غادي نتسناو ان شاء الله تال يكملوا جميع التسجيلات ويشوفوا العدد ديال الدراري اللي يكونوا خداو التلقيح، ويشوفوا العدد ديال التلاميذ اللي غادي يكون في كل قاعه باش يتنظم داكشي مزيان. ومن بعد غادي تحددوا المؤسسات كل وحده بحالاش غادي تخدم، واش غتخدم حضوري ولا غتخدم بالتناوب كيما العام الفايت. اشنو اخر؟ صافي هادو هما الحوايج اللي كنت نقول لكم في هذا الفيديو، هي انه غادي نخدموا ان شاء الله نهار 10 كلشي خصو يحضر في المؤسسه. واحد حاجه اخرى هو بالنسبه للتعليم ديال التعليم الخصوصي اللي تيقراو الوليدات ديالهم في المدارس الخاصه، هادو خلاص راه بداو تيشريو هما الادوات ديالهم وكيبداو التسجيل ديالهم باش نهار 10 كيما يدخلوا كيما يبداو. داكشي علاش نتمنى حتى الوليدات اللي كاينين في المدرسه العموميه يعني اللي عارفين هما الادوات اللي تيخصهم اولا الكتب اللي تيخصهم اولا داكشي يكون ديجا موجدو، باش منين يبدا العام صافي الوليدات يكونوا مستعدين هكا يبداو. لانه الاسبوع الاول غادي يكون داك الاسبوع التشخيصي تنظن كلكم، لا دابا الا كانوا الامهات اللي كاين اللي معايا تيتصنتوا ليا، غادي يكون تقويم تشخيصي، تيكون بحال تتكون واحد المراجعه. هما الوليدات كيسحب المشكل يدوزو امتحانات، هما ماشي امتحانات وانما كيكون واحد التقويم ديال باش نشوفوا قداش الوليدات مازال عاقلين على داكشي اللي درنا العام الفايت. كذلك كما قلت وكذلك بحال كان تنهيئوهم او لا تنوجدوهم عاوتاني للعام الجديد، لانه باش دوزوا واحد العطله طويله تبارك الله يعاودوا عاوتاني يرجعوا داك النفس ويستعدوا انهم باش يدخلوا العام الاخر. باش الا جينا نيشان وبدينا عاوتاني في الدروس ديال العام مثلا نقولوا حنا دابا الرابع، جينا نيشان دخلنا في الدروس ديال الرابع عاوتاني كتجي صعيبه. الله ما داك التقويم التشخيصي كيستعد فيه حتى نفسيا انه باش يتلقى عاوتاني الدروس الجداد والمعلومات الجداد ويمشي مع الجو ديال المدرسه. هذا هو، نتمنى انه يكون الكلام ديالي يكون واضح ويكون انه فدتكم. ومن بعد هاد الفيديو هادي غادي نحط واحد البوست ياك، نتمنى انكم تجاوبوا معايا في التعليقات. غادي نحط فيها ثلاثه ديال الكتب، نحط فيها الكتبه ديال الرابع ديال الفرنسيه ياك، وانتم صوتوا اش من كتاب بغيتوني نخدم معكم فيه. شوفوا الكتاب اللي عندكم غتخدموا فيه في الرابع ديال الفرنسيه كنهضر عليه، وشوفوا نتوما الرقم ديالو وحطوه ليا في التعليقات باش نبدا نخدمو معكم ان شاء الله. صافي الى اللقاء.